الخطوة الثانية عادة في الدراسات وبناء قواعد البيانات للأراضي لمنطقة باعتمادا على تفسير الصور الفضاء أو الصور الجوية، إن احنا هنعمل الفيلد ويرك والدراسة الحقلية. فالدراسة الحقلية لازم إن احنا نخطط الأول احنا هناخد العينات منين، فلازم بيبقى في تخطيط مسبق كده، احنا هناخد سامبل من هنا ومن هنا ومن هنا، وحددنا الاماكن ديت على الصورة بكل دقة، هنروح الحتة دي ونروح الحتة دي وناخد سامبل من هنا وسامبل من هنا وهكذا. طيب هروح اوصل للمنطقة دي ازاي؟ عندي حاجتين، ممكن استعين بالصورة نفسها في عمل الوكيشن لنفسي في الفيلد، ان انا شايف في طريق وان انا هوصل وامشي من الطريق ده واوصل للنقطة ديت لحد ما نوصل للمكان اللي انا كنت مختاره. ايضا ممكن ان انا احدد الموقع على السوفت وير واعرف الاحداثيات بتاعته، ثم استخدم جهاز الجي بي اس وانزل بجهاز الجي بي اس ويوجهني الجهاز لمكان النقطة بالضبط واوصل للنقطة المطلوبة بعد ما انا حددتها. طيب بعد ما وصلت للنقطة المطلوبة اللي انت هتاخد منها سامبل، محطوب انك ان انت تاخد منها سامبل. السامبل ديت حسب نوع الدراسة بتاعتك، انت شغلتك بتعمل لاند كفر لاند يوز، عاوز تحدد بس ايه اللي مزروع وايه الغطاء الارض اللي موجود، فانت بتدون عندك الكلام ده في التاريخ الفلاني اللاند كفر كان كذا. ممكن لو في اختلاف ما بين الصورة ووقت النزول بتاعك، ممكن ان انت تسأل الاونر بتاع الارض نفسها وتقول له والله في التاريخ الفلاني المنطقة دي كان مزروعة ايه، علشان تعرف وتعمل كوريليشن صح بين مظهر شكل المحصول او نوع الزراعة اللي كانت موجودة مع الصورة الحقيقية في وقت التصوير. بعد كده لو انا اقول مثلا على سبيل المثال انا عاوز اشوف نوعية الاراضي المختلفة او الموارد الارضية او الموارد المائية اللي موجودة وهكذا، في مثل هذه الحالات بيحتاج ان احنا ناخد سامبل. السامبل دي قد تكون من الارض، قد تكون من المية او الموارد المائية وهكذا. فلو انا هاخد برضو عينات سامبل، يبقى لازم بكون بخطط، وحسب نوع الدراسة بتختلف الطريقة بتاع اخد العينات. الدراسات بتاعت الاراضي تختلف شوية عن الاراضي، عن الدراسات بتاعت الجيولوجيا تختلف شوية عن الدراسات بتاعت الموارد المائية وهكذا. المهم في كل دراسة من دول هاخد سامبل، والسامبل ديت باخدها عندي في المعمل وابتدي احللها واطلع الصفات المختلفة ليها، وبعدين اخزنها مربوطة بالموقع بتاع النقطة ديت. فديت كده احد او الخطوات اللي احنا بنتبعها عادة في الدراسة الحقلية. في اثناء الدراسة الحقلية ممكن بتأكد من الخطوط اللي انا كنت راسمها، هل الخط ده حقيقي موجود ولا لا، هل ان انا بكتشف اذا كان في وحدات جديدة كويس، هل الوحدة دي كانت مرسومة في على الصورة ولا لا. الكلام دوت مهم قوي ان احنا نتأكد منه في الدراسة الحقلية. عادة في الدراسة الحقلية نلاقي ايه، ان 70% من المجهود اللي انا ببذله في الفيلد علشان اكتشف الباوندري المختلفة ما بين مبيونت مختلفة عن التانية. فإذا كانت استخدام صور الفضاء أو الصور الجوية، الصور الجوية وصور الفضاء بتساعدني مسبقا في تمييز هذه الخطوط، فبقت شغلتي إن أنا أنزل أتأكد إن الخط ده موجود ومكانه هنا صح ولا لا. فأنا كده بوفر جهد كبير قوي في الفيلد وير، 70% تقريبا من الجهد بتوفر لمجرد إن أنا استعنت بالصورة الجوية أو استعنت بالصورة الفضائية في تمييز الوحدات أولا قبل الدراسة الحقلية. الخطوة الثالثة في الخطوات بتاعت الدراسة بتفسير المرئي للصور الجوية أو صور الإمارة الصناعية، وهي عملية الاناليسيز والكونستراكشن النهائي بتاع مفتاح التفسير والتفسير بتاع النتائج وهكذا. فأنا بعد ما عملت الدراسة الحقلية وأنا خدت عينات، فممكن العينات دي تكون
ان احنا هنحللها في المعمل ونبتدي نطلع الصفات المختلفة ونبتدي نخزنها كوريليتد ومربوطة باللوكيشن دوت. فابتدي ان انا اربط ما بين، اعمل اسوسيشن كده ما بين الصفات المختلفة والعلاقات المختلفة. فابتدي ان انا احيانا في بعض الماب يونت تندمج مع بعضيها، وبعض الماب يونت بتنتج ماب يونت جديدة خالص ما كانتش موجودة. فيبتدي يحصل ان احنا نتحصل على الخريطة النهائية لمنطقة الدراسة. هذه الخريطة النهائية المفتاح بتاعها هيعتمد على نوع الدراسة نفسها والتطبيق اللي هو مستخدمه. طبعا المفتاح بيختلف من تطبيق لتطبيق. احنا هنعرض مثال من احد هذه التطبيقات المشهورة في التفسير الفيزيوغرافي لوحدات التربة، او الميثودولوجي بتاع احد العلماء المشهورين اللي هو بروفيسور زينك في الجيوبيدولوجيكال ابروش، ان احنا يطلع الخريطة الجيومورفولوجية للمكان. طلعت الخريطة النهائية، بقى عندي الوحدات. الوحدة ديت كل وحدة خريطية ليها عينة مثالية تمثلها، كويس؟ من العينة المثالية اللي بتمثلها ديت انا خدت التحاليل بتاعها اللي انا خدتها من معمل وخزنتها في شكل داتابيز مربوطة بهذه الوحدة الخريطية. يبقى في هذه الحالة انا كده ابتديت ابني قاعدة بيانات جغرافية للمكان بتاعي. عندي الوحدات وكل وحدة ليها عينة مثالية بتمثلها، وهذه العينة المثالية ليها تحليلات مختلفة حللناها، فنقدر ان احنا نبني قاعدة بيانات مربوطة بهذه النقطة وبهذه الوحدة الخريطية. نقدر ان احنا في هذه الحالة نطلع خرائط صفات مختلفة لهذه الوحدات. ممكن ان احنا نبتدي ناخد الداتابيز دي ونبتدي ندخلها في بعض المودلز زي الموديل بتاع الكابابيليتي، الموديل بتاع السيوتابيليتي بتاع الزراعات المختلفة. ودي احد التطبيقات الرئيسية اللي بيستخدموها بعد كده زملاتنا في المادة بتاعت انظمة المعلومات الجغرافية. ده مثال لمفتاح التفسير بالطريقة المشهورة بتاعت العالم زينك اللي هو الجيوبيدولوجيكال ابروش لخريطة التربة في مكان ما. مثلا الجدول بتاع التفسير زي ما هو واضح كده بيتكون من 4 مستويات. المستوى الاولاني بيبقى هو اللاندسكيب، وده الشكل الطبوغرافي الكبير العام. وبعد كده المستوى الثاني ريليف سب يونت، يبقى سب يونت من اللاندسكيب دوت. وبعد كده ببتدي اوصف نوع الصخر الليثولوجي بتاع الماب يونت ديت ايه. وبعد كده بشوف شكل سطح الارض النهائي اللاند فورم هو عباره عن ايه. وفي كل مره اللاندسكيب ببتدي اديله رمز من حرفين، عاده حرف كابيتال وحرف سمول. فمثلا اللاندسكيب هنا كان كوستال بلين، فادينا له رمز ايه؟ سي بي. داخل الكوستال بلين لقينا في ريليف سب يونت، في عندي كام؟ في عندي هاي تيرسز، وفي عندي مودريتلي تيرسز، وفي مودريتلي لو، وفي لو تيرس. فلما نيجي نقول ايه؟ ان اللاندسكيب كان الرمز بتاعه سي بي، فيبقى عندي سي بي 1 هو كان الهاي تيرس، وسي بي 2 كان المودريتلي هاي تيرس، والسي بي 3 اللي هو مودريتلي لو تيرس، والسي بي 4 اللي هو اللو تيرس. كويس، ناخد المثال اللي فوق خالص مثلا اللي هو الهاي تيرس. داخل الهاي تيرس لقينا ان في ليثولوجي متعدد، في لايمستون حجر جيري، وفي لايمستون مع مارل، في طفله جيريه مع الحجر الجيري، وفي مره لايمستون مع ساند، في رمال مع اللايمستون مع الحجر الجيري. فنيجي نقول ايه؟ الهاي تيرس كان الرمز بتاعها سي بي 1، فيبقى الليثولوجي الاولاني سي بي 1 1، والليثولوجي الثاني سي بي 1 2، والليثولوجي الثالث تبقى سي بي 1 3. ناخد الاولاني خالص اللي هو كان 1 1 اللي هو الحجر الجيري. ايه اشكال سطح الارض اللي تواجدت في هذه المنطقه؟ في عندي تايدر رايزر ريدج، فيبقى دوت سي بي 1 1 1،
وايزوليتد هيلوك دوت السي بي 112 والروك اوت كروب ده سي بي 113 وهكذا. ازاي بيتبني المفتاح المتدرج بهذه المره بهذا النظام لكل الايه اليونت بتاعتنا. من خلال السوفت وير بتقدر ان انت تطلع الاريا بتاع كل يونت من دول, ولكل يونت من ديت من اللاندسكيب ديت من اللاند فورم ديت يبقى اللي هي الماب يونت النهائيه بتاعه اللاند فورم ديت ممكن نحن بنمثلها ب طبقا لدراسات الاراضي بقى ان هي بنسميه قطاع ارضي نموذجي, والقطاع الارضي ده بيبقى فيه عده عينات باخدها في المعمل وحللها تحليلات متباينه, في تحليلات طبيعيه وفي تحليلات كيماويه نقدر وفي تحليلات للخصوبه نقدر نطلع منها الخصائص المختلفه بتاع التربه اللي هنربطها بالوحده الخريطيه اللي هي بتاعه اللاند فورم ده, وسجل الكلام ده في قاعدة بيانات مربوطة باليونت دهية, فكده أصبح عندي جيوغرافيك داتابيز نقدر إن احنا من خلالها نطبق بعض المودلز, نقدر من خلالها نطلع عديد من خرائط الأتريبيوت والصفات المتباينة لهذه المنطقة.